في الاستوديو هنا، يعني موقف المجلس الأخير، مجلس الدولة وبيانه، ألا يمكن أن يكون إشارة إلى أننا فعلا عرفنا بأن هذا الاتفاق قد فشل، وأننا يعني نريد الآن فتح أفاق جديدة ربما؟ ألا يمكن الاستفادة من هذا البيان والدعوة للاستفادة منه في رص الصفوف بالذات؟ نعم، هو لا معنى يعني لو نأخذه بالظهر لم يقول هذا الكلام. نعم، صح، وأتفق مع الضيف السابق فيما قاله، يعني هو لم ينسفوا الاتفاق السياسي، بل قالوا حتى السلطة التشريعية يعني لمرحلة مؤقتة حتى يلتئم مجلس النواب، وهذا صراحة يعني عيب كبير. نعم. لكن خلينا احنا نعود لرص الصفوف، خلينا نعود القاعدة الربانية. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفون إلا من رحم ربك. نعم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. نعد للقاعدة اللي بعدها، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن الله لا يضيع أجر المصلحين. نعم. يعني أنت حتى الكذب يباح في إصلاح ذات البين، خلينا نقول يعني حتى الكبيرة الكبائر الكذب يباح في إصلاح ذات البين. فأني ما نبيش مرة أخرى، أنا والله لا أريد أن أنجر حتى لا أكون مدافع عن موقف معين. نعم. لكن أنا أنظر للأمور ربما بنظرة تختلف عن باقي الإخوة، عن بعض الجهات الأخرى، نظرا لأني أعلم يقينا أنه ما لم تتحد القوة الثورية تحت قيادة واحدة وجسم واحد والله لن يكون لهم شأن. نعم. وسيحدث أسوأ مما حدث في الخمس سنوات الماضية، وهذا الأمر يحتاج الآن لطي صفحة الخلافات نسيانها بالكامل. الآن ننظر إلى الغد، وربما يعني بصراحة تبعت البيان عبر الإعلام، يعني ربما ليس كل شيء الكلام اللي قلت حضرتك. نعم. ربما يقال في الكواليس. طيب. وهذه من السياسة. طيب.